كشف تقرير أعده صحفي لبناني اعتمد على سجلات شركات في لندن أن الشركة التي اشترت شحنة نترة الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي ربما كان لها صلة برجلي أعمال سوريين. وبحسب التقرير والذي بثته إحدى القنوات اللبنانية، فإن رجلي الأعمال يخضعون لعقوبات أمريكية لعلاقتهما برئيس النظام السوري بشار الأسد. فيما كشفت الشركة التي اشترت المواد الكيماوية عام 2013 في لندن، وهو نفس عنوان شركات مرتبطة برجلي الأعمال جورج حسواني وعماد خوري، واللذان فرضت عليهما واشنطن عقوبات لدعمهم الأسد في الحرب الأهلية في سوريا.